بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نشوف برنامج اسمه اوتو ديسك بيكسل ار. البرنامج دوت بيعمل تعديل على الصور، يا اما كاميرا يا اما فوتو. ممكن اقول له انا عايز صورة، اختار الصورة انا عايزها. بتلاقي دوت تعديل كتير جدا زي ادجستمنت، ممكن تعمل منها مثلا كروب، تمسح حاجة، تقول له مثلا انا عايز الجزء المعين من الصورة اللي هو دوت، مش عايز الجزء الباقي، او انا عايز مثلا اعمل روتيت. تمام، تختار انت عايز تعمل روتيت بأي طريقة. تمام، ممكن تقول له انا عايز اعمل سموث للشكل، بيقولك انت عايز تعمل سموث قد ايه. في اختيارات كتيرة جدا. تمام، في افكت مؤثرات، ممكن تقول له انا عايز اي مؤثر من هنا عادي، ممكن تقول له فارلي. تمام، ممكن تقول له انا عايز دوت، حاجات جميلة بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز بوردر، تختار بوردر معين تحطه. يعني هو في شوية ادوات جميلة ولذيذة، وفي الاخر بتقول له سيف، يروح مسيف لك الصورة بالحاجات اللي انت عاملها. ممكن تعمله شير على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.